مقتدى شباب العالم واللي أصبح معتمدا في توصياته من الأمم المتحدة. ده واحد من أجمل الأخبار بالمناسبة لما كنت بتكلم فيه امبارح. يبدأ المنتدى الحقيقة ينظم معسكر الدمج تحت شعار معا من أجل العناية بالصحة النفسية. معايا على تليفون سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم. ازيك يا سارة؟ مساء النور، وطبعا مبروك على اعتماد توصيات منتدى شباب العالم في الأمم المتحدة. فيعني كده ايه، منتدى شباب العالم ثالث ومثلت عالمي معتمد من أكبر مؤسسة أممية في العالم. خليني هتكلم على مسألة هذا المعسكر والدمج، عرفيني عنه تفاصيل أكتر بعد إذنك. تمام. هو احنا على مدار ثلاث أيام بنعقد معسكر زي ما حضرتك قلت تحت شعار مع من أجل العناية بالصحة النفسية. المعسكر ده هو تحت أو هو نتيجة لمبادرتين رئيسيتين احنا شغالين عليهم من خلال المنتدى. مبادرة ليها علاقة بدعم المهاجرين، ومبادرة تانية ليها علاقة بالتوعية والصحة النفسية وأهمية الصحة النفسية للشباب. من خلال المعسكر طبعا احنا يعني تشرفنا بحضور مجموعة من طلاب المدارس، شباب الجامعات، ذوي الهمم، وعدد من متطوعين مؤسسة حياة كريمة. مبسوطة جدا ان في طاقة، في حيوية، الشباب بيشاركوا وبيتعلموا عن موضوع فيه أهمية كبيرة جدا، وبنزود او بننمي الوعي عن الصحة النفسية. عظيم. هل الدمج اللي احنا بنتكلم عليه عندنا ليه زي ما نقول، او هذا المعسكر هو معسكر مرحلي؟ انتم منتدى شباب العالم، فهل احنا متوجهين فقط بس لحالات دمج هنعملها عندنا هنا في مصر، ولا انه هيبقى لو صح المصطلح يعني متعدد الجنسيات؟ مظبوط. هو بيركز على ثقافة تقبل الاخر وفهم الذات. شارك كمان في المعسكر عدد من المهاجرين الوافدين حديثا بسبب النزاع اللي حاصل في السودان، فبالتالي في ثقافه ان انا اتقبل نظام الشباب من جنسيات مختلفه، اتقبل الافكار المختلفه، اتقبل ان الشخص اللي قدامي مش شرط ان هو يبقى زي كل حاجه، ولكن انا متقبله زي ما هو. في نفس الوقت انا عندي برضه وعي بنفسي انا واحتياجاتي النفسيه. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا ساره وكل التوفيق. ساره بدر المتحدثه باسم منتدى شباب العالم.